انا معايا مداخله مهمه فضل. اللي هو حلمي مشهور عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. انا الكابتن محمد صلاح عشرة العمر. سيادة اللواء وحشنا يا فندم. الله يخليك، وحشنا حضرتك، ربنا يخليك يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم، اتفضل اتفضل اتفضل. طيب احنا دلوقتي اتحاد الكوره طلع بيان بناء على تصريحات الاستاذ جمال علام اللي بياكد فيها انه لم تتم اقاله الكابتن ايهاب جلال، وانه قال فقط انه الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات بيدرسوا ملفات مدربين اجانب لمنتخب مصر. وده انا كنت لسه بتكلم مع الكابتن محمد صلاح انه التصريحين عكس بعض، انت منين بتدرس ملفات لمدربين اجانب ومنين مفيش اقاله للكابتن ايهاب جلال. فحضرتك توضح لنا الموقف بالنسبه للكابتن ايهاب جلال وبالنسبه للمدير الفني لمنتخب مصر. لا الكابتن الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد بيوصف الاتي، يعني في ملفات ذاتيه بيدرسها الكابتن حازم والكابتن بركات للمدير الفني للاتحاد والمنتخب الاولمبي، و هتصل لاي موقف مش 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 المقصود بيها الفريق الاول، يعني المقصود المقصود بيها منتخب اولمبي واتحاد الكوره كمدير فني، مدير فني لاتحاد الكوره تمام والمنتخب الاولمبي تمام، و موجوده للاتحاد بتحسبها في موقف. ده الملف اللي رده الاتحاد والكابتن بركات. يعني الموضوع ده ملوش علاقه بالكابتن ايهاب جلال؟ لا لا لا، الكابتن ايهاب جلال مستمر في موقعه وحاليا بيخوض مباراه في كوريا، ان شاء الله ربنا يوفقه ويوفق اللعيبه ان شاء الله لاداء المباراه الوديه، لان المباراه الوديه دوليه موجوده في الاجنده الدوليه علشان دي برضو بتعمل تصنيف الرانك بتاع مصر. عارف مصر تبقى محتاجه برضو مباريات وديه، هي حاليا مصر في التصنيف الاول محافظ على المركز ده. طيب كابتن سياده اللواء بعد اذنك استحملني شويه، يعني كده الكابتن ايهاب جلال مكمل نهايه عقده؟ كابتن ايهاب جلال مكمل لحد لو حصل اي موقف واي طارئ، مفيش ما يدعي يعني لو هو عايز يمشي مفيش اي احنا الكابتن جلال مستمر مدير فني للمنتخب هناك مستمر، يعني هو بس تضارب التصريحات اللي ناس فهمت الموضوع غلط. طيب يعني انا اقصد انه حضرتك دلوقتي بتقول لي انه كابتن ايهاب جلال هو حاليا المدير الفني للمنتخب القومي الاول. طب لو اتغلب من كوريا يمشي؟ كابتن محمد صلاح بيقول لك لو اتغلب من كوريا ممكن يمشي؟ لا يعني مش كده مدير فني يخسر ماتش هيمشي؟ انت بتدرس الاسباب كلها من كل جوانبها، مش نتيجه مباراه هتحدد مصير مدير فني. سيادة اللواء هل كان في اي تسرع او حاسس انه في اي تسرع في تعيين الكابتن ايهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر؟ اطلاقا اطلاقا ما كانش في اي تسرع. لا 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 مفيش، انت عارف المجلس بكل عنايه وكابتن ايهاب ده قيمه كبيره وممكن ما وفقش ممكن ما وفقش مع منتخب في ماتش اثيوبيا. انا لازم نقول كل حقيقه، ماتش اثيوبيا كنا سيئين جدا يعني لاعبين واداره، وكان يعني احنا لازم نعترف ان احنا كنا سيئين في ماتش اثيوبيا، كنا سيئين. اتكلمتوا مع الكابتن ايهاب جلال؟ قعدتوا مع الكابتن ايهاب جلال؟ طبعا انت عارف والكابتن محمد معاك ان اخر المباراه بيبقى برضه الكلام بيبقى صعب، تبقى اللعيبه طبعا متاثره والجهاز الفني متاثر، فبقاش برضه الكلام مجدي في هذه اللحظات. لكن الاستاذ جمال علام قبل السفر راح للعيبه المنتخب وراح للجهاز الفني وشد من قدرهم وقال لهم لازم نعوض اللي فات، يعني ده دليل اهو، يعني دعم رئيس الاتحاد راح بنفسه المعسكر قبل ما يسافروا وكلم الجهاز الفني وكلم اللعيبه وشد من قدرهم وقال لهم يعوضوا ان شاء الله في المباراه، يعني دي كلها شواهد تمت. يعني سياده اللواء اكيد حضرتك بتسمع المطالبات اللي موجوده دلوقتي في كل وسائل الاعلام باستقاله اتحاد الكره مجلس اداره اتحاد الكره، راي حضرتك في هذا الامر ايه؟ هل في ممكن خطوه زي دي ممكن تحصل؟ اتحاد الكره المصري اتحاد منتخب من جمعيه عموميه.
لو الجمعيه العموميه اللي هي اللي تقول انا مش عايز الاتحاد ده، لكن اتحاد الكوره هو بيدير كل الكوره في مصر، وهو خادم امين للجمعيه العموميه سواء من اول النادي الاهلي لحد مركز الشباب اللي بيمارس كوره وعضو في الاتحاد، ده ليه حق علينا. فاحنا موجودين في مكاننا لخدمه الكره المصريه. لكن التفكير في ان استقاله او مش مجرد موضوع ان السوشيال ميديا ولا حاجه تقول اقيلوا الناس دي، الناس دي يعني بتقاتل لتطوير الكره المصريه ولها فكر موجود، لكن الوقت ما سعفناش. المجلس ده كله جينا في شهر يناير دخلنا في بطوله افريقيا تمام، وبعدين مباراه كاس العالم لسه ما خدناش وقتنا، لكن الاتحاد ليه بلان وليه تخطيط لتطوير الكره المصريه، ومعانا قامات الكوره زي حاتم وبركات كل الملفات دي، بس الناس تدينا فرصه بس نظر الموضوع. العلاقه مع كارلوس كروش بعد رحيله من تدريب منتخب مصر هي علاقه جيده ولا علاقه اتقفلت بلا رجعه؟ كارلوس كروش انا على المستوى الشخصي علاقتي بيه جيده جدا، انت عارف ان انا قعدت معاه فتره البطوله الافريقيه كامله، وعلاقه طيبه جدا جدا وطيبه مع مجلس الاداره، والراجل يعني على تواصل وبيشكر مجلس الاداره على الفتره اللي قضاها، لكن العلاقه جيده جدا وانسان مدرب كويس جدا على مستوى عالي، انا عشرته شخصيا يعني. وارد ان احنا نشوفه مره اخرى في اي منصب في الكره المصريه في المستقبل؟ والله يعني الراجل يعني قيمه وقامه كبيره، ولكن احنا حاليا في توقيتنا دلوقتي احنا عندنا كابتن ايهاب جلال. طيب اسال حضرتك على المؤتمر النهارده اللي عمله النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، واتهم اتحاد الكره ان هو اخفى خطاب بالاتحاد الافريقي لكره القدم بشان مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، رد حضرتك على هذا الامر ايه؟ انا بعترض على كلمه اخفى دي. يعني وارد جدا احنا في محل دراسه، وارد جدا ان يكون في خطا ما، لو كان في خطا هنقول ان في خطا وهنحاسب باخطاء، لكن احنا انا بعترض على كلمه الاتحاد الكره المصري ده بيت الكره المصريه بيت كل الانديه، فانا بعترض على كلمه اخفاء هذا الخطاب، لكن وارد جدا احنا في مجال دلوقتي بنحقق، ولو كان في خطا ما والاخطاء بتبقى وارده تمام، لو في اي حاجه احنا مش هنحط دماغنا في الرمل، هنقول اخطانا ونجازي اللي اخطا، ما عندناش مشاكل، ما عندناش حاجه نخبيها. طب ده كلمه اخفاء ده كلام انا بتحفظ عليها يعني. طيب سياده اللواء، انت الكلام اللي حضرتك قلته ده كلام في منتهى الاحترام، انه لو في خطا نعترف بالخطا، وانا قلت كده النهارده في المقدمه بتاعتي، قلت ايه المشكله لو الاتحاد الكره المصري كان عنده خطا عندنا عمد يطلع يقول انا اخطات والامور تعدي وخلصنا. فحضرتك اتفضل. انا بؤكد على هذا، وأؤكد ان تحكمنا لوائح، وهنشوف اللوائح هل النادي الاهلي المفروض يتقدم ولا الاتحاد الكره بيتقدم، كل دي يعني كل دي في الاول والاخير النادي الاهلي ده قيمه كبيره وبنقدره وبنقدر مجلس ادارته زيه والانديه والزمالك وكل الانديه، احنا كلنا خادمين للانديه المصريه. وارد جدا هنشوف ايه الاليه وايه عشان الكلام ده ما يكررش ما يتمش تاني. لكن انا باخذ ثقتي في الاتحاد المصري كله وانا عضو فيه ان احنا خادمين وداعمين لكل انديه مصر. يعني حضرتك بتقول لي تاني، انا بس باكد على النقطه دي، لو تاكدتوا كاتحاد كوره انه كان في خطا من جانب اتحاد الكوره هيتم محاسبه المسؤول وهيتم الاعتراف بالخطا. هنقول لو في خطا هنقول، والخطا ده ما يتكررش ازاي؟ الاتحاد منتخب جمعيه عموميه خادم لكل الجمعيه العموميه. طيب اخر سؤال لحضرتك، هل ممكن يبقى المشرف القادم على التحكيم في الكره المصريه يكون اجنبي؟ هل ده مطروح؟ والله اتحاد الكوره يعني بيدرس كل الملفات وبيدرس ازاي يدعم الحكام كامله. لو استدعى الامر ان احنا نجيب خبير تحكيمي يكون موجود لتطوير التحكيم يعني بنرحب بيه وهننفذه، ولازم ندعم الحكام ونديهم الثقه بنفسهم، ولازم الاعلام يساعدنا، اخطاء التحكيم دي وارده في كل دوريات العالم، لكن احنا لازم الحكام احنا دورنا ان احنا ناهلهم ونديهم الثقه بنفسهم ونجيب لهم خبير يديهم محاضرات ونديهم
بحيث ان احنا يبقى لنا مكانه كبيره في التحكيم في افريقيا. احنا زعلانين جدا ان احنا ما لناش حكم في كاس العالم. فيعني ان شاء الله تطوير الحكام ومنظومه التحكيم على راس اولوياتنا ان شاء الله. سياده اللواء حلمي مشهور عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المساعدة.